السلام عليكم يا صغاري. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو أثاث بيتنا. بعد تناول الغذاء، ساعدت بسمة وندى مريم في تنظيف مائدة الأكل وفرز بقايا الطعام وإلقاء الفاسد منه في سلة القمامة، ثم إرجاع الصحون والملاعق والسكاكين وترتيبها في رفوف المطبخ. قالت ندى: هذا الفرن وهذه مغرفة خشبية وتلك فناجين الشاي. بعد ذلك جلستا في البهو على الأريكة قرب النافذة للترفيه ومشاهدة التلفاز. قالت بسمة: أعجبني فراش بهوكم ونجفة فنائكم. ردت ندى: وكذلك غرفتك رائعة وزربيتك مزركشة وجميلة.